بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال، بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك يا أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من أرض المونديال. مشاركة الأهلي وأرقامه القياسية في البطولة والحفاوة بمشاركة الأهلي ونتائجه والحياة وعروضه كمان، العرض المهم جدا اللي ظهر بيه أمام البايرن ميونخ، وما ينتظر الأهلي أمام بالميراس على الميدالية البرونزية بعد بكرة إن شاء الله. قبل ما نتطرق على بعض الأخبار والأحداث ونعلق عليها، بس أنا عايز أقول حاجة، ما تيجي نرجع بالذاكرة كده، نرجع من شهر ولا شهر ونص، ماذا كان يتمنى جمهور الأهلي بعد أن اطمأن إلى موقفه في الدوري العام؟ كان يتمنى للفوز بكأس مصر، كان يتمنى الفوز، مش يتمنى، قال لك كل اللي فاتكم وبطولة أفريقيا كوم تاني والتأهل للتاسعة تتحقق كل الأهداف، لكنه الأهلي الذي لا سقف لطموحاته ولا طموحات جماهيره، وده كويس لكن وحش كمان في نفس الوقت. لما ننسى ان احنا ما انجزناه، ما انططأ اقدامنا هنا، ونبتدي نتحاسب على اهداف اخرى. يا جماعه، تقييم النادي الاهلي تم في القاهره، انتهى، واي حد قاعد في القاهره عارف ان هو يتقيم على قعدته في القاهره. احنا بنتقيم على وجودنا هنا في المونديال. خدوا بالكم، محدش يجركم ولا يضايقكم في تحفيل ولا الكلام الفارغ ده. تم تقييم النادي الاهلي انه بطل افريقيا، بطل التاسعه والقضيه ممكن، والثلاثيه، وينتظره لقبان باذن الله، ثم ياتي الى المونديال باحلام. يا رب نتجاوز فريق الدحيل القوي الذي سحق مش عارف مين وسحق مين واستعد وانفق أكثر من 16 مليون دولار في الانتقالات الشتوية ولا 20 مليون دولار استعدادا أنا وهو بنلعب على المباراة دي. فيأتي الأهلي ويحقق الفوز الذي حذر منه الجميع. نجد أنفسنا في مواجهة بايرن ميونخ. هسألك مجموعة من الأسئلة، مين أحسن حارس مرمى في العالم؟ مانويل نوير طبعا. مانويل نوير. مين هداف العالم؟ ليفاندوفسكي. مين احسن لاعب في العالم؟ ليفاندوفسكي. على حساب مين؟ رونالدو وميسي. وميسي احسن لاعب في العالم وهداف العالم وجول العالم. طيب احسن فريق في العالم مين حاليا في التصنيف؟ بايرن ميونخ. احسن فريق يكاد يكون في تاريخ البايرن، والفريق الحالي يا جماعه حقق الخمس القاب ويسعى للسته، الفريق الذي سحق المنافسون في كل المنافسين. استاذ العربي، الذي سحق المنافسين في كل المواجهات في بطوله اوروبا. صحيح، مفيش فرقه نجت اللي عمل اداء جميل قوي خسر اربعه. الاتليتيكو هو بطل دائم، بطل الكون للدوري الالماني، له خمس لاعبين في تشكيله، وده ايه يعني لولا الملامه، خمس لاعبين في تشكيلة منتخب العالم اللي الناس بتختاره يعني بالتصويت وكده. عايزين نعرف ان احنا جايين نلعب، لكن هل معنى كده ان احنا يعني رميين الفوطة؟ ابدا. حاولنا، وانا طلبت ملخصات للمباراة، وربنا يسهل نبقى نحكي لكم ايه اللي فيها، مش هنحكي النهاردة، عشان تكتشفوا ان فرقتنا لا، في فترات من المباراة جارت ولعبت، ولكن الفوارق البدنية لازم ننتبه إليها، من حيث انت عارفين معدل السن، احنا معدل السن بتاع فرقتنا الحمد لله نزل كتير، لكن هم نزل كتير قوي. القوام، الأطوال، الأوزان، المهارات، وكل ده يدوب في قالب جماعي، والريتم اللي بيحتك بيه عشان يأهله انه يحتفظ بهذا التنظيم وهذه القوة. ايه بيلعب في الدوري الالماني؟ بيلعب في بطولة اوروبا. لو الاهلي سمح له كان انه يحتك هذا الاحتكاك في الدوري الاوروبي وخد نفس، يعني احنا تخيل لو لعبنا 10-15 مباراة دولية مع المدارس نظائر البايرن، مؤكد كان ادائنا هيبقى اكثر ثقة وتطور. احنا بنلعب في محيطنا،
بنلعب في أفريقيا، بنلعب في محيطنا المحلي. هذا أفضل إنتاج وإفراز لهذا المحيط، سواء الإفريقي الأهلي وبلا منافسة. ثم تلعب، إحنا بنبص لها من منظور الكبرياء، منظور إن إحنا الأهلي اللي بيخش أي حتة لازم يبقى مرشح للبطولة. أيوة، بس يعني لازم المنطق ولا منطق؟ لا يمكن أن ينتصر الله منطق إلا بالصدفة على المنطق. إحنا لا نعول على ماتش ممكن يحصل يقول لك خسر من النادي درجة تانية أو تانية. أنا ليه بحكي الحتة دي بطول فيها؟ علشان إحنا موضوع أن نستدرج بوعي من الذي يستدرجنا ولا وعي مننا لجلد الذات مش مقبول يا استاذ ابراهيم. طيب، ده كلام مهم، وكمان في تفاصيل كتيره هنيجي عليها ان شاء الله في مضمون حلقه النهارده. لكن عايز اقول لكم النهارده رغم ان الفريق كان اجازه من التدريبات واجازه من المباريات، انتهى امبارح من مباراه بايرن ميونخ، وبكره هيتمرن علشان ان شاء الله يوم الخميس هيلعب مع بالميراس البرازيلي على الميداليه البرونزيه. لكن كان يوم النهارده يوم مهم بالناحيه الخبريه في داخل البعثه. البعثة تلقت خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو من اللجنة المنظمة بالفيفا بإيقاف لاعبي الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا لخرقهما الفقاعة الطبية في نهاية أو بعد نهاية المباراة الأخيرة للأهلي مع بايرن ميونخ باستاد أحمد بن علي، الخروج من الفقاعة وإجراءاته. وبالتالي تقرر وفقا لخطاب الفيفا اللي أرسله للمهندس خالد مرتجي المنسق المعتمد مع الاتحاد الدولي بمنعهما من المشاركة في المباراة الأخيرة للأهلي مع بالميراس، مع التحفظ عليهما في غرف كل واحد في أوضته حاليا، وفي فرد أمن سيكيورتي تحت مراقبة الفيفا واقف على الباب. الموضوع في خطأ، في خطأ وفي لائحة بتحاسب على الخطأ في الاتحاد الدولي، في لائحة بتحاسب على الخطأ في الاتحاد الدولي، ولكنه خطأ، هو خطأ تلقائي عفوي وما أكثر، يعني يعني اللي قال الطريق إلى جهنم مفروش بحسن النوايا. صحيح، تتصرف بحسن نيتك تبقى في مشكلة. أنت بسرعة اتصرفت بطريقة، شفت حد يهمك أو عايز منبهر أو عايز تعمل يعني أيا كان الدافع، فمتصور أن السلام ده وتنزل يبقى أنت كده. لا، الموضوع كان، وبرضه فكره ان انت، ما انت الفقاعه دي تعبير جديد، معنى الفقاعه احنا مش فاهمينه قوي غير بالاجراءات اللي تمت هنا والتعليمات اللي خدناها، انما فكره ان الملعب وانت بتتبادل الفانيلات ومش عارف ايه، ممكن حد يسرح ويتصور ان الملعب ده كله بقى فقاعه. لا، فقاعه المستطيل الاخضر والطرق المؤديه الى حجرات الملابس، كل اللي فيها خاضع للاجراء ده. هنعتبر مؤكد البعثة وقيادتها يعني عارفين يعملوا ايه في الموقف ده. واعتقد ان اللعيبه دلوقتي فهمت ان مفيش حاجه غلطه صغيره وغلطه كبيره، هي غلطه تؤدي الى خرق لنظام العالم كله عايز يحترمه، علشان البطولات بمثل هذه التفاصيل الصغيره تنجح. خساره اذا استمرت بالطريقه دي، هو بكره في مسحه عشان كمان حتى مش عارفين يقدروا يروحوا الملعب ولا لا. ففي مسحه ولسه الفيفا هيقرر الخطوه القادمه ايه. ما علينا، يعني احنا مش خلاص اللي حصل مش هنقدر نرجع الزمن، لكنها تجربه ما كناش يعني نتمناها، والخير في الباقي اللي موجود. وبرضو يعني درس لينا كلنا. صحيح، لأن النظام نظام. في البعثة أيضا علي معلول إصابته بشد في العضلة الخلفية، كنا قبل الهوا مع الدكتور أحمد أبو عبلة، قال هو قدامه 4 أو 5 أيام تحت التجهيز والتأهيل، فمش هيلحق مباراة بالميراس. هذه 3 لعيبة مهمين جدا، الثلاث لاعبين. وانت لما تشوف حتى الإيجابية في التلت الهجومي كانت متركزة في طاهر والشحات وكهرباء. صحيح، فإنما ما احناش عارفين لو غيرهم خد الفرص هيتألق بإذن الله. بكرة إن شاء الله الفريق هيأدي المران الأخير بقى له في الدوحة، لأنه خلاص يوم الخميس المباراة الساعة 6 بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت القاهرة،
وتليها مباراة الدور النهائي أو مباراة كأس البطولة اللي هتجمع تجريس المكسيكي مع بايرن ميونخ. المفارقة بقى إن المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في البطولة لحد دلوقتي عشان تواجه بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية. أيوة. يعني درس في منتهى الصعوبة. لكن أعتقد إن أنا متصور إن إحنا ممكن نشوف ماتش أفضل للأهلي. بالمناسبة وإن كان معلش يا أستاذ إبراهيم، يعني الزملاء هنا المخرجين عاملين مونتاج للماتش للدقائق بتاعت يعني الأهلي اللي لعبها، وأنا اتفرجت على الهاف تايم الأولاني اللي بيقولوا عليه سيء ولقيت لينا لحظات حلوة جدا في الشوط الأول، وهيعملوا الشوط الثاني هتبقى معايا. لكن انتوا عارفين عرضها دي حقوق، يعني لا هي مش هنقدر نعرضها، انما هنقدر نعلق بعدين مش النهارده على توقيت التألق والشكله وده اللي العالم كله يحترمنا في هذا الأداء، لكن احنا كبرياءنا وطموحنا اعلى من كده زي ما بيقول الكابيتانو. بالمناسبه ما فيش فريق في افريقيا خلال بطوله كأس العالم للأندية دي الدوره 17 لم يسبق لأي فريق شارك من قارة أفريقيا أنه فاز على فريق من قارة أوروبا، ما حصلتش. حتى مازيمبي لما راح لعب فاينل ما كسبش فريق أوروبي، فبالتالي لا الأهلي عملها ولا غيره عملها. أنك حتى الآن الفوارق واضح أنها كبيرة يا باشمهندس. لا كبيرة بطولة العالم للأندية يا جماعة عشان نبقى على أرض الواقع، هي عبارة عن صراع بين مستويات القارات المختلفة، كل فرقة بتمثل مدرسة مختلفة من الناحية الفنية، الافريقي غير الاسيوي غير اللاتيني غير الاوروبي. حقيقي في تطور في الكره الافريقيه جامد جدا، ومن ثم في شمال افريقيا والذي على قمه هذا التطور النادي الاهلي. ايوه. لكن انا هسال سؤال، هو كاس العالم اللي وصل ل 32 نادي دلوقتي ولا اكتر، 36 ولا 32؟ يعني في كم فريق من اوروبا، كم فريق من امريكا الجنوبيه، كم فريق من افريقيا، وكم فريق من اسيا؟ هتجد بالترتيب كده. ده انت بترد على اللي بيقول لك البطوله عنصريه والبطوله التمثيل فيها ما هوش عادل، واشمعنى بطل اوروبا يجي يلعب من النصف النهائي؟ وده انا مش برد عليه ده، لان ده ما ينفعش ترد عليه، واخد بالك؟ انا برد على اللي يعني بيقارن، ما هو اوروبا لازم بالاحتكاك المستمر والموقع الجغرافي اللي بيخليهم يلتقوا باستمرار بسرعه مع بعض ويرجعوا في نفس اليوم او تاني يوم، كل دي عوامل مع المناخ اللي هو البارد شويه اللي بيخليهم على طول يقدروا يلعبوا صيف شتاء، كل ده بيؤدي الى تطور الكره الاوروبيه اللي بقت كمان تستقطب كمان المواهب من جميع انحاء العالم. الفوارق كبيرة، الفوارق كبيرة، يعني أكتر من إن احنا نستهين بيها في جملة أو جملتين الحقيقة. بس المهندس عادل أشار إلى إنه فعلا الأهلي حتى وأنت بتخسر أنت بتحافظ على كبريائك وصورتك عند الناس اللي اتفرجت على المباراة، سواء في الإعلام المصري أو الإعلام العربي أو الأجنبي أو الأوروبي. هنقول لكم بعض المقتطفات أو المنافس نفسه اللي لعبك، إيه المردود بتاع مشاركة الأهلي في البطولة حتى الآن برغم خسارته أمام بايرن ميونخ. النهارده خرجت جريدة المسا، الأهلي كافح والبايرن ناجح، بطل مصر وأفريقيا خسر من بطل أوروبا بهدفين. اليوم السابع الأهلي يخسر بشرف من بايرن ميونخ بثنائية في نصف نهائي مونديال الأندية. يلا كورة، طموح الميدالية قائم. بايرن يتأهل لنهائي المونديال وينقل الأهلي لصدام بالميراس، ما كانش متوقع الصدام مع بالميراس. ما هو ده بقول لك أنت عشان تلعب بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية. موقع في الجول، الهزيمة الأولى لموسيماني، بايرن يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية. بيتسو موسيماني المباراة الـ 22، المباراة الـ 22 له مع النادي الأهلي أول هزيمة يتلقاها. من ساعة لما جه في أكتوبر الماضي ده بالنسبة له كان مشوار طيب، لكن ان انت بتخسر قدام اقوى فريق في العالم. لما تشوف الناس اللي اتكلمت على انه برشلونه خسر من البايرن في وجود ميسي 8-2، فانك انت تلعب مباراه رسميه ضد اقوى فريق في العالم وبين اعضاء هذه النخبه من النجوم الكبار، اعتقد النتيجه محتاجه ان احنا نقف عندها، مش دفاعا على الهزيمه ولكن عشان نشوف الحذر ليه اللي كان موجود، الجزء المليء من الكاس. الحذر موجود لانه كل الناس كانت بتتكلم على النتائج الثقيله التي حققها البايرن
السنه دي واخر السنه اللي فاتت كلها نتائج تقيله جدا. صحيح. المسا موسيماني يعتذر لجمهور الاهلي، سامحوني البرونزيه هديتنا لكم يا رب. بيتسو موسيماني بعد المباراه لما اتكلم اتكلم بواقعيه شديده جدا، قال لك المباراه كانت صعبه جدا جدا، احنا سعينا فيها ان احنا نقدم افضل صوره عن كرتنا، دخلنا المباراه بشيء من القلق والخوف، انت بتواجه افضل لاعبي العالم، الفوارق في الملعب كانت كبيره، لكن قال ان احنا كافحنا، احنا تعرضنا لضغوط كتيره وشديده في الشوط الاولاني، كان عندنا صعوبات فنيه شويه ان احنا نطلع من ملعبنا، الخصم جاي واخد البطوله في منتهى الجديه، لكن قال ان احنا في الشوط الثاني رجعنا عملنا افضل فترات المباراه في العشر دقائق او الربع ساعه الاخيره، لكن اكد انه ده بطل افريقيا في النهايه عنده كبرياءه، وده بطل اوروبا في النهايه عنده قوته، والمباراه كانت صراع بين مستويات مختلفه. ليه الشوط يعني احنا بقالنا مده الشوط الاولاني الثاني ها ما بيبقاش ده الشوط الاولاني يعني حتى اخر ماتشين، طب ليه المره دي اتعكست؟ لان انت بدات غصب عنك، خلي بالك هي مش مساله اعداد نفسي النهارده قدام البايرن بالذات، يعني ممكن يبقى فيه نوع من الاعداد النفسي قدام فريق زي بالميراس لانه الناس شبابنا ولادنا مش هيبقوا متابعين قوي زي ما يكون، لكن البايرن ده كل ولادنا على السوشيال ميديا متابعينهم لعيب لعيب. ايوه. فما بالك لعيبتك. فكل واحد شايل هم لعيب بيشوفه بيأدي ازاي. انت اديت في الشوط الاولاني لكن تدريجيا بدأت الرهبه والاحتكاك وتنسى بقى انت يعني بقت مساله انك لما بتنقل ثلاث اربع نقلات قال طب ما انا ممكن اقل سته سبعه، ده في هجمه في الشوط الاولاني 24 او 25 نقله انا عديتهم. وفي الاخر الجميل فيهم ان في نهايه الشوط الاول إن لما بدات الرهبه تروح بدات انت تتبادل برضو مع وجود الفوارق. ما بقولش ان احنا يعني احرجنا وعملنا مش فجأة ازلنا كل الفوارق الكبيرة جدا إنما بين الكرة الاوروبية والافريقية، وده يقودني تاني استاذ ابراهيم ان احنا انا الاوان بقى احنا ككرة مصرية بقى لازم يبقى في وسيلة للاحتكاك بالمستويات العالية دي بشكل منظم شوية، سواء على المنتخبات او الاندية او زي زمان احنا كنا بنلعب الاندية دي فكنا نتغلب ساعات، يعني احنا اتغلبنا الزمالك 7-1 من ريال مدريد والاهلي 6-1 من برشلونه، وبعد كده لما بدانا نلعب كسبنا بنفيكا وكسبنا لكن تبقى مباريات وديه اس روما مرتين وكسبنا اياكس وكسبنا يعني ولعبنا ماتش مع اتلتيكو مدريد كنا كسبانين 2-0 فاضل ربع ساعه يعني خسرنا 3-2 لكن عايز اقول بقيت تؤدي لان خدت على كده الماتشات الوديه غير رسميه صحيح عايزين نلعب بشكل مكثف لما تروح بقى جائحه كورونا الله لا يعيدها يا رب قريب او نشوف لها حل لازم يبقى في تصور وكره يصرف عليها شويه في مصر يصرف عليها مش في انتقالات لعيبه وعقود في تطوير عليها في تطوير في التطوير طيب الصحف المصريه تشيد ده يمكن يبدو امر طبيعي لانه حتى الناس تبعت بعواطفها وانا متخيل ان كل جمهور الاهلي وهو بيتفرج في حاله من الشد العصبي الشديد وده بيأثر على قراره وعلى تقييماته حتى لمردود الاداء. الفيفا شاف اداء الاهلي قدام البايرن ازاي والكاف اللي النادي الاهلي بيمثله في البطوله كان تقييمه لاداء الاهلي ازاي؟ هقول لحضراتكم. الاتحاد الدولي على تويتر قال نصف نهائي الكاس نهايه اللقاء بفوز بايرن ميونخ 2-0 امام الاهلي مع اداء بطولي لرفقاء الشناوي. ده عنوان موقع الفيفا على تويتر، صفحة الفيفا على تويتر أداء بطولي لرفقاء الشناوي في الإشارة إلى محمد الشناوي حارس الأهلي. أستاذ إبراهيم برضو تعالى نتكلم عن النتيجة. أنت 1-0 وكنت مدافع وبعدين بدأت تتحرم التحفظ وتحاول أنك أنت يبقى لك وجود هجوم لحد الدقيقة 86 لو أنت طالع 1-0 بالمباراة كان الناس هتشوف ان دي نتيجه مبهره وان في نجاح تكتيكي حاله دون وان الاهلي منع البايرن من انه يسجل هدف تاني رغم ان الهدف سجل مبكرا بما كان قد ينبئ ان ممكن يبقى في غزاره في الاهداف. الدقيقه 86 تاخد الهدف التاني وانت في في
في موقف الهجوم ولسه مش متكدس دفاعيا، رجعت عليك الهجمه مش مرتده، لكن ما انتش في موقف متمركز فيه دفاعيا بشكل اللي يحمي مرمك. جه 86 دي خلت شويه يعني اثرت شويه على القرار، لان الناس اتضايقت من الجون ده وانا من. طيب اذا كان الفيفا قال اداء بطولي لرفقاء الشناوي، الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم، ده انا بقول لجمهور الاهلي عشان يعرف مردوده عامل ازاي. الاتحاد الافريقي على تويتر قال اداء عظيم من ابطال افريقيا امام الباير، جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراه القادمه. الكاف بيقول للاهلي جعلتمونا فخورين. طيب احنا بنمثل مين؟ الاتحاد الافريقي والقاره الافريقيه. وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنقول لكم تفاصيل كتيره جدا هتعرف جمهور الاهلي قد ايه يجب ان يفخر باداء فريقه قدام اقوى فريق في الكون. بحضراتكم جديد، لما الاتحاد الافريقي لكره القدم يشكر لاعبي النادي الاهلي ويقول لهم شكرا على الاداء البطولي جعلتمونا فخورين بيكم، والاتحاد الدولي يصف الاداء بانه اداء بطولي، ده على الصعيد الرسمي سواء من الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي يا باشمهندس. الصحف الالمانيه تقدير المنافس بقى لاداء الاهلي كان عامل ازاي؟ طبعا عايز اقول لكم انه المشهد في غرف الملابس وحاله التقدير المتبادله والاحترام المتبادل بين الاهلي وبايرن ميونخ الحقيقه سبق المباراه. قلنا لكم قبل كده بالاشاره الى الرحله اللي كان عملها الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي لبايرن ميونخ، وكان في بروتوكول تعاون. شفنا احنا السوشيال ميديا بتاعه الناديين ازاي عملوا ميكس او فيديو مشترك بين النجوم هنا وهنا، لعيبه الاهلي بتتكلم بالالماني ولعيبه البايرن بتتكلم بالعربي بكلمات عملت حاله جيده جدا او طيبه جدا ومردود جميل. وشفنا كارل هانز رومانيجا رئيس الاتحاد رئيس البايرن ميونخ كلامه عن النادي الاهلي وتقديره للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب، كانت كلها اجواء حميميه رائعه جدا بتخليكم سعداء جدا ان انت وانت موجود في بطوله العالم للانديه انت محل احترام وتقدير اقوى نادي في العالم دلوقتي. هي دي مكانه النادي الاهلي اللي المهندس عدلي قال لك كل واحد يتقيم مكانه، خليك في مكانك وتتقيم بمكانك خلاص اللي انت فيه. انا في القاهره اتقيمت، ما تجيش تكلمني وانا هنا. يعني اللي هنا كلمني اللي هنا بالظبط. كلمني بقى على المستوى العالمي، كلمني على مستوى فريق بيبادله الاحترام الاعلام العالمي كله. فالاقي الصحف الالمانيه اللي صادره يا باشمهندس بعد هذه المباراه على تويتر، حساب بايرن ميونخ الرسمي على تويتر، الاهلي قدمتم امامنا اداء جيدا. ده موقع الباير. مولر كمان على تويتر قال شكرا للاهلي على النصف النهائي الرائع والجمهور العظيم. يعني حتى هم انا اسالك سؤال، سعداء جدا بالجمهور، مضطرين يقولوا الكلام ده اطلاق؟ يعني ما قالوش هنقول لهم ايه اللي عدم الجليطه دي ولا عدم التقدير ده؟ هتزعل منه. دي الناس دي قالت اللي هم حاسين بيه، بتعبر عن تقدير، عن اللي هم حاسين بيه فعلا. يعني انت بتلعب مباراه هم شافوا انك انت لا ما كنتش لقمه سائغه، يعني سواء بقى نتيجه تكتيك حذر او يعني. انما احنا زي ما بيقول الكابتن حسام غالي كبريائنا وتربيتنا عايزين الافضل، باذن الله يجي الافضل. طيب مولر على تويتر قال شكرا للاهلي على نصف النهائي الرائع والجمهور العظيم. صحيفه بيلد قال ليفاندوفسكي يطلق بايرن ميونخ الى النهائي. ايضا صحيفه سبوكس بايرن ميونخ يفوز على الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. واختلف سكاي سبورتس في نسختها الالمانيه، اللقب السادس يقترب، ليفا يرسل بايرن لنهائي كاس العالم للانديه. حتى هم عندهم تقدير كبير جدا لليفا كاحسن لاعب العالم طبعا. لا تقدير ايه انت، هو يعني اصل في حاجات تتكلم في ايه، كل واحد يتمنى يبقى عنده الكلام ده. فلما يبقى عندك انت حد تفخر بيه ما تضيعش وقتك. يعني هذا المدرب اللي جاء عشان يقدم افضل صوره لبايرن عبر سنين كثيره فاتت، لازم الناس تتعلق بيه، مش احنا نقعد نهمد. واحد بيلقى اول هزيمه له من بطل العالم وكانها المساله مساله متاحه انك
يعني على فكره الكوره مكسب وخساره وتعادل، طالما ان ما فيش تعادل تبقى مكسب وخساره، وارده تبقى يعني فرص ايه بقى؟ لا الفرص 9-1 مع بطل العالم يعني معايا فرقه موجوده هنا هتبقى كده. طيب كمان كيكر الالمانيه ليفاندوفسكي يقود بايرن لنهائي كاس العالم للانديه، وهنلاقي كل الناس اتكلمت في الصحف المختلفه عن هذا الاداء وهذا المردود. في الصحف العربيه الامارات، صحيفه الامارات اليوم: شخصيه الاهلي اقوى من برشلونه امام بايرن ميونخ، خساره مشرفه. برضو يعني ان هو احنا انت عارف من ضمن المشاكل ان احنا هو برشلونه مش هيخسر تمانيات بعد كده، واخد بالك؟ ولو انه خسر سنتين هي عايزه تقف عند شخصيه فريق لا ينهار. يعني البعض توقع انه الاهلي يجي فيه جون في الدقيقه 17، الطبيعي برافو. في الفرق اللي شخصيتها هشه شويه تنهار وتركب عداد بقى، انما انت شايف انه ما حصلش في الاهلي هذا الانهيار. تماسك حصل 86 دقيقه والقوي يعني عايز ايه؟ هو ده التأكيد على أهمية شخصية الفريق في الملعب في هذا الظرف. الرياضية السعودية: الأفضل في العالم يقود البايرن إلى نهائي المونديال، في الإشارة إلى نجمه الكبير. المنتخب المغربية: بنوني خسر أمام بايرن ميونخ ويتطلع للفوز على بالميراس. صحيفة مغربية اختصرت الموضوع في بدر بنون، حقهم برضو يتابعوا ابنهم يعني. صحيح. الشروق التونسية: مونديال الأندية، بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي، لكن استاد الدوحة قالت البافاري في النهائي للمرة الثانية. الأهلي المونديالي يقدم عرضا خياليا ويخسر مع بطل أوروبا. اللي هو هيشوف الماتش ما عندوش قلق ولا عواطف ولا بتاع هيجد فيه ومضات حلوة زي ما بقول لك كده. انت المتتبع الشوط الأولاني فضل أدائك يعمل، وبعدين في اخر 24 نقله بتعملهم مع هذا الفريق، لا حاجه بتخليه تقول لا الفريق الاهلي لو كان قد ادى مجموعه من المباريات الدوليه الثقيله ممكن كان يبقى اداء اكثر طموح. وهنا انا عايز افكر بحاجه يا جماعه، هو ده جيل. اولا أيوة. مشاركات الاهلي في بطوله العالم قبل كده مفيش حد من اللعيبه اللي موجوده معانا اللي بدات المباراه امبارح كانت موجوده في المشاركات السابقه. فبالتالي خلينا نفتكر مهندس عادل طلب في البدايه ان احنا نرجع شويه للوراء، انا هرجع شويه اكتر شويه. خلينا نفتكر 2005 اول ظهور للاهلي في كاس العالم للانديه، رحنا اليابان ورايحين بامال عريضه جدا، والاهلي عامل اعلى المستويات في بطوله افريقيا، وكان الكلام ان احنا هنخطف رجلنا قياسيه، هنخطف رجلنا يومين لطوكيو ونجيب الكاس ونيجي، ما تتاخروش. كله كان رايح يحدوه هذا الامل او عنده هذا الاعتقاد. رحنا خسرنا من اتحاد جده باداء كان ساعتها الاضعف للاهلي في البطوله، وخرج الاهلي في المركز السادس. لا لعبنا ماتشين خسرناه بس وبعد كده من سيدني اتعلم الاهلي الدرس. خدوا بالكم ساعتها كان في المجموعه الكبيره اعضاء الجيل الذهبي، بس انا عايز اكد لكم على اهميه الخبره. لما تشوفوا ان المجموعه الحاليه اللي موجوده من اللعيبه عناصر صغيره وعناصر جديده وعناصر حديثه المشاركه في البطولات الكبيره زي ديت، 2005 بكل العتاوله بتوع الجيل الذهبي خسرنا من اتحاد جده وخسرنا من سيدني، بس اتعلمنا درس كبير جدا. هو مانويل قال كده، جينا البطوله اللي بعديها قال ايه واحنا ماشيين؟ سنعود عشان نظهر الشكل الحقيقي للنادي الاهلي. رجع بالدرس، اللعيبه اتعلمت الدرس، اللعيبة استفادت من الموقف، اللعيبة بقت عندها خبرات الاحتكاك بمدارس كبيرة مختلفة بهذا الشكل. كانت النتيجة ان الاهلي في 2006 بقى ثالث العالم، مش بس وعمل مردود مدهش. ده كل الجرايد، كل المؤتمرات، برشلونة في مؤتمراتهم الصحفية، انا قلت الكلام ده قبل كده، كلهم قالوا الاهلي كان الاقدر بانه يلعب النهائي. ايوه يعني اعتبر حتى مدرب انترناسيونال اللي كسب البطولة بعد كده ايوه امام البارسا صوته كان قد كده في اوضه اللبس بعد الماتش، قال لهم احنا سرقنا الماتش، احنا ما نستحقش نكسب الماتش ده. عشان كده دي كوره بيرجعها كابتن حسن مصطفى
رجعت لباكو الكسندر باكو اللي هو اللعيب الناشئ اللي كانوا بيباهوا بيه العالم كله، وهو واقف في السكس يارد لوحده مش اوفسايد لان راجع من الخصم حطها في الجون بسهوله. لولا هذا ما كانوش كسبوا الماتش ده. عمل ايه الجيل ده بعد كده؟ شفتوا بقى انجازاته الكبيره. عشان كده جمهورنا لازم يحتضن هذا الجيل، لازم يبقى عارف ان دي لعيبه بتبدا مرحله جديده جدا هتدعم باستمرار، خبراتها او خبرات عناصرها هتزيد، هتتغلب على هذه المواقف عشان ترجع تاني البطوله السنه الجايه ان شاء الله راجعه لليابان. الاهلي هيبدا المحاوله بحثا عن العشره ان شاء الله يوم الثلاثاء، عنده مباراه المريخ السوداني في القاهره في بدايه دوري المجموعات. فهو ده الدعم الايجابي المطلوب، ازاي نقدر ندعم هذا الجيل من هؤلاء اللاعبين عشان يرجعوا صوره الاهلي الكبيره تاني. انا بس برضو عايز اقول احنا هنلعب على المركز الثالث لكن احنا في الرابع. ايوه احنا دلوقتي معانا المركز انت وبالمراس الاثنين في المركز الرابع. واحد هياخد الثالث. واحد فين عايز؟ اذا الماتش مفتوح على كل احتمالات برضو. أيوة. عشان ما نقعدش نقول ما يعني موسيماني يعني عايز يوعد جمهور الاهلي ان بالفوز، يا ريت كل مدرب يقدر يقول يملك. هو يملك انه يعمل كل اللي عليه، بس وريني ايه اللي عملته عشان تفوز بس، وده المهم. بالظبط انت واللعيبه. اذا شفنا هذا تحقق الفوز هنفرح جدا، ما تحققش الفوز هنحترم نفسنا جدا، بس نكون عملنا يعني زي ما بيقولوا اخذنا باسباب الاحترام. طيب في الاعلام الدولي ايضا هقول لحضراتكم، البي بي سي قالت الاهلي يخسر امام بايرن ميونخ ويكتفي باللعب على المركز الثالث. روسيا اليوم قالت بايرن ميونخ الالماني يتغلب على الاهلي المصري في نصف النهائي. وسكاي نيوز هزيمه مشرفه للاهلي امام بايرن ميونخ. صحف جنوب افريقيا برضو طبعا هتهتم بالمباراه. الاهلي بقياده بيتسو موسيماني يحرم من المشاركه في نهائي كاس العالم بسبب بايرن ميونخ. هنلاقي معظم حتى الصحف البرازيليه بدات تهتم بنتيجه المباراه لانه خلاص الخاسر هيلعب بالميراس، ففي تاكيد او اشاره للقائها لقاء بالميراس مع الاهلي. موقع بطولات قال لازارتي مدرب الاهلي السابق، الاهلي صعب المباراه على بايرن ميونخ ويمكنه الفوز على بالميراس. ده مدرب يعني عارف قدرات الاهلي وشاف ومرن في 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 في, في الامريكا اللاتينيه في اكتر من نادي. والله يا ريت يا عم قال لازارتي. نقل عنه موقع بطولات، قال لازارتي في تصريحات خاصه لبطولات دوت كوم، قال على اداء لعيب الاهلي في المباراه، شاهدت المباراة بالفعل، كنت فخورا بما بذله اللاعبون من مجهود خرافي، لقد جعل لاعب الأهلي المباراة صعبة على بايرن ميونخ بكل نجومه الكبار، شعرت بسعادة كبيرة وفخور بكل اللاعبين ومدرب الفريق بيتسو موسيماني، رغم الهزيمة يجب أن تكون سعيدا بالأداء والمجهود من جميع اللاعبين في الملعب، الفريق كان النجم الأوحد وهذا هو الشيء المهم، وأعتقد أن الأهلي سيتأهل لنفس البطولة في العام المقبل ويقدم نتائج افضل. ده اللي انا كنت بقوله لكم من بدري قبل ما نقرا لازارتي كرؤيه، انه ده جيل بيكبر، ده جيل بينضج، ده جيل بيكتسب خبرات، معظمهم عناصر صغيره في السن، متوسط الاعمار اقل بكتير من قبل كده، محتاجين مزيد من الدعم، محتاجين مزيد من الثقه، محتاجين مزيد من الاهتمام بيهم عشان تلاقوا ان شاء الله دي نواه لجيل ذهبي جديد باذن الله. لاسارتي تذكر قال لك تذكرت من اللعيبه اللي في الملعب فقط اللعبة اللي انا كنت بدربه في ام بي مجدي قفشه. لا ده كروجر اللي قال كده. كروجر اللي قال كده، انما لاسارتي اشاده كامله باداء الاهلي وقال ان بايرن ميونخ فريق غني عن الكلام، فلما الاهلي يتمكن من الصمود قدامه بهذا الشكل يستحق التحيه. نجوم الفن برضو شاركوا بارائهم. وانت راجل فنان كله يعني كتير من النجوم تفاعلوا مع المباراه ومع اداء الاهلي وغردوا بشكل مهتم جدا بالمباراه. المطربه الكبيره انغام قالت كل الاحترام لرجال وابطال الاهلي شرفتونا. ايتن عامر قالت فخوره بيك يا اهلي على الحلوه والمره معاك الاهلي، شكرا لكل الفريق الرجاله بجد.
ندى بسيوني قالت شكرا للاعبي الاهلي رجال فوق العاده على الحلوه والمره دايما معاه الحمد لله. الفنان نبيل الحلفاوي شوط ثاني جيد نتيجه معقوله امام بطل العالم وهي التي توقعتها في السيناريو الاول. امامنا الان اهم مباراه المطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصه في نهايه سعيده ان شاء الله. الفنان احمد السعداني قال الحمد لله مع فرقه ما عندهاش عزيز ولا غالي ولا بتعرف الرحمه الخروج بالنتيجه دي انجاز كبير فعلا. الفرقه دي العالم كله بيقول لها هو انتوا ما عندكوش اهل ما عندكوش عيال يعني. طيب بصوا بقى تخافوا عليها الناس حتى مع بعض بره حته التلقيح موجوده في كل الثقافات. في صحفي مدريدي بعد المباراه الراجل ما فوتهاش من غير ما يلقح على برشلونه وميسي اللي شاله 8 من بايرن ميونخ، فكتب الفريدو دورو قال ما معناه بالعربي في الاهلي مفيش ميسي، قال في مصر جادين لا احد يتقاضى في هذا الفريق اكتر من 555 مليون يورو في 4 سنين، ده الراتب بتاع ميسي ومع ذلك ما وقعوش بالثمانيه. يعني طبعا شوف حساسيات هتلاقيه مدريدي الهوا ده. طبعا ما هو صحفي مدريدي. انما ذكر واقع يعني هو استند الى واقع. ايوه. انما لو بصينا على التصنيف اللي صدر النهارده من احد المواقع المهتمه جدا ببطولات كره القدم وتصنيفاتها وفقا لنقاط المشاركات والمباريات اعلنت القائمه. الفريق اللي كسب الاهلي امبارح هو الاول عالميا، يعني بايرن ميونخ يتصدر هذه القائمه. الاهلي في المركز الكام؟ ال 36. اقرب نادي مصري من الاهلي بمفارقه الارقام الاهلي 36 الزمالك 136 في لائحه الترتيب. الاهلي تفوق حتى بالميراث اللي هيلعب الاهلي ان شاء الله يوم الخميس جه في المركز ال 40. الاهلي تفوق على بنفيكا، تفوق على بوكا جونيور، تفوق على انديه كبيره وجي ترتيبه في المركز 36. برضو صديقنا هاني ادريس في اليونان لفت نظرنا الى انه حتى اليونانيين من الجماهير العاديه متفاعله مع اللي حصل امبارح في مباراه الاهلي وبايرن ميونخ. واضح ان الناس كانت متخيله ان في عداد هيعد الاجوان، فلما شافت ان في فريق مصري عنده هذا القدر من الصمود والرجوله والشجاعه في الملعب قبل المباراه باربع دقائق بدات المساله تبقى ايه ده؟ دي ناس واقفه على رجليها بجد وما بتنهارش، وده المكسب الحقيقي من مباراه امبارح. فقال المشجع اليوناني اعتقد ان فريق الاهلي ادى اداء معقول جدا ضد اقوى فريق في الكون. مدرب الاهلي كان منطقي جدا وتعلم من دروس مباريات برشلونة وتوتنهام وأرسنال وبعض فرق البوندسليجا. فريق الأهلي لعب بقوة شديدة في الدفاع وبروح عالية جدا، لعبوا بلياقة بدنية عالية طوال 90 دقيقة. كل الاحترام لفريق الأهلي المصري. بإذن الله هناك كثير من الكلام نقول كيف نواة هذا الفريق الواعد. وأنا ما بقول واعد ماليش دعوة بقى دلوقتي بأفريقيا ومصر، احنا اذا كنا عايزين بقى نتحاسب على المستويات العليا تعالوا نفكر زي ما بيفكروا ونتصرف زي ما بيتصرفوا. انا عايز اشوف الفرقه دي اللعيب بتاعنا في خلال سنتين دراعه قد كده، ايوه، وبطنه وعضلات عامله ازاي وصدره عامل ازاي، وهم بيقلعوا الفانيلات الفوارق البدنيه بين الفرقتين. يوم ما نبقى عندنا هذا التكوين البدني والعضلي وهتبص تلاقي وحوش مع المهارات اللي موجوده، والله العظيم نتنقل نقله تانية خالص باذن الله. مجله الاهلي ايضا في عدد خاص صادر من البطوله بكل كواليسها وتفاصيلها صادره بكره بالمنشط الاهلي يواجه ملوك الكوره. احنا بنتكلم على البرازيل لان الناس انشغلت ببايرن ميونخ، لا يوم الخميس الاهلي بيواجه ملوك الكوره. نغمه تانية بقى الصمبا والملوك بطل افريقيا ينافس على ثالث العالم. يا عالم يا اللي بتتكلموا، الاهلي بينافس على ثالث العالم.
وضمن الكواليس تفاصيل كتيرة جدا عن إشادات الصحف وموقفها. صحف ألمانيا تشيد بالبطل الشجاع، ورومينيجا يؤكد اعتزازه بالأهلي والخطيب ورصد لبداية مشوار العشرة بإذن الله تعالى مع الأهلي في عدد بالكامل يكشف كواليس مشاركة الأهلي في المونديال. كاكا بقى نجم المنتخب البرازيلي، مادام جبنا سيرة البرازيل، كاكا نجم منتخب البرازيل القديم وريال مدريد في الكونفرنس بتاع الفيفا علق على مشاركة الأهلي وأدائه، وقال في تصريحات له على هامش هذه الندوة اللي عقدها الفيفا إنه ما قام به الأهلي في المباراة هي مرحلة النتائج بالنسبة لنا والفرق الموجودة من أمريكا الجنوبية، تعرف أن المنافسة صعبة جدا. وقال عن تجريس المكسيكي اللي هيواجه بايرن ميونخ الألماني، قال إنهم فريق رائع لديهم القدرة على ضبط وتيرة اللعب، من الناحية الفنية أحبه، إنهم بارعون في قيادة الفريق متى تسرع أو تهدئ. وأشاد بأداء الأهلي وقدم التهنئة إلى مصر بالكامل على التطور والاستحقاق على تواجد الفريق هنا. وقال تعبير الحقيقة، قال لا، لما أنا شفت أداء لعيبة النادي الأهلي أدركت إن محمد صلاح ما هوش استثناء، إنه خرج من مدرسة فيها كورة بهذا الشكل، لعيبة تصمد أمام شفت محمد صلاح بايرن ميونخ، فقال لك لا ده مش نبت شيطاني. البناء البدني لمحمد صلاح على مدى العشر سنين اللي خرج فيهم ولا التسع سنين دول، شوف كيف تطور بقى واحد زي نفس التكوين العضلي بتاع احسن نجوم اوروبا، وده اللي ساعده، ده اللي خلاه يحتفظ بسرعاته، يحتفظ بقوه التحاماته، يحتفظ بشخصيته، مش هايب الاجسام الفارعه اللي قدامه، لانه هو عارف يعني ازاي يصد معاهم. انت لازم تجهز نفسك بدنيا كويس جدا جدا، مش من ناحيه اللياقه لكن من ناحيه القوه والسرعه ايضا. اتمنى اشوف ان الفكر ده والفلسفه دي إن احنا نبدأ في قطاع الناشئين يا استاذ ابراهيم، يطلع لي اللعيب متغذي زي ما انت كنت بتقول، متغذي كويس، متمرن بدنيا كويس، ويتكمل على شغله التكتيكي فوق، لكن كده هيبقى عندك مستقبل للكوره، كده تقدر تقول انا الكوره بتاعتي تروح فين. هذه نقطه مهمه جدا للمهندس عادل بيقولها، لو احنا بنتكلم على دروس كبيره مستفاده مش للنادي الاهلي بس، لكل الانديه المصريه اللي عايزه تتطور، الاهتمام بالنواحي البدنيه، الاهتمام بالبناء الحقيقي للعيبه، والاهم من ده على فكره مش اقل من كده، مش اقل من الناحيه البدنيه والغذائيه، الناحيه النفسيه. ايه معنى انه اللعيبه تفضل مخضوضه من واجهة فريق؟ ازاي نقدر، مانويل جوزيه عملها حتى، كان استعان بالدكتور محمد فكري وكان شغال شغله كويس في حتة ازاي تقدر تطور شخصية اللاعب، ازاي تقدر تجرده من الضغوط اللي بيتعرض لها، ازاي تقدر تنمي قدرته والسعة النفسية بتاعته بحيث يقدر يتحمل كل الضغوطات المختلفة والمباريات والبطولات الصعبة اللي بيواجهها. فريق بطل، فريق بيخوض تحديات كبيرة قدام مدارس عالمية مختلفة، محتاج يكون عنده شخصية لعيبة تقدر أو تبقى مؤهلة نفسيا لمواجهة ضغوطات كتيرة بهذا الحجم. فأعتقد أنه في دروس كتيرة جدا من هذه المشاركة المثمرة في بطولة العالم، لكن كمان ليها فيديوهات كتيرة جدا بعظمة لسانه هنمسك ناس كتيرة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم البداية لك أن تفخر أنك أهلاوي، ولك أن تفخر أن أنت بتحب نادي وبتشجع نادي العالم كله بقى بيتكلم عليه، والعالم كله بقى بيقدر كفاح لعيبته، والعالم كله بدا بيقدر شخصيه هذا الفريق وترتيب هذا الفريق، لانه النهارده الحقيقه كل وسائل الاعلام كانت مهتميه بما صدر يا باشمهندس عن موقع فوتبول داتابيز اللي عرض قائمه انديه العالم المختلفه بعدد نقاطها وفقا لعدد مبارياتها ومكاسبها. واضح انه بايرن ميونخ طبعا بكل انجازاته السنه دي محتل المركز الاول بتفوق كبير جدا، لكن احتلال الاهلي للمركز 36 كانت مساله مهمه جدا، انك انت قدام فريق يا باشمهندس يحقق هذا العدد من النقاط ويجي اللي بعد منه الزمالك في المركز ال 136، فرق 100 مركز. شوف اي عمليه تقييم تتحول الى ارقام لازم الناس ما تجادلش قوي فيها، طالما ان ليها معاييرها الثابته
اللي كل أندية العالم بتقيم على أساسه. فأنت النهاردة كل السؤال اللي كان في بالي وأنا بقرأ هذا التقييم ومبسوط منه يعني، هو أنا التقييم ده اتحسن بعد مشاركتي في كأس العالم ولا تأخر؟ هو ده تقييمك بقى وتقييم أدائك في كأس العالم؟ لا طبعا اتحسن. انت يعني اتحسنت طبعا، فالتحسن ده نتيجة ايه؟ انجازاتك في كأس العالم. انت للمرة يعني التالتة بتوصل للمركز الرابع عشان تلعب على المركز الثالث، نجحت مرة وفشلت مرة، ودي ثالث مرة هنشوف هنعمل ايه. فانت عندك مركز ثالث ورابع قبل كده، انت يا ثالث ورابع. نتمنى ان نكون ثالث وثالث ورابع. نتمنى. ولكن تعال الاول اتكلم على هذا التقييم، لانه كمان ده انت سابق، مفيش نادي عربي، مفيش عربي ولا افريقي قبل منك. انت ضمن ال 36 النادي الكبير في العالم، يعني لو قلت قائمة الأربعين انت اللي بعد منك بعد كده بنفيكا وريال سوسيداد وبوكا جونيورز، اندية كبيرة جدا في العالم انت بتسبقها. هي دي مكانة النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم. واللي اتكلم عنها بقى مدام جينا للفيديوهات كارل هانز رومونيجا. رومونيجا واحد من اساطير الكرة الالمانية، وبالنسبة للبايرن ميونخ الرمز التاريخي والاسطوري لبايرن ميونخ، كان جه للبطولة وكان حريص حتى يكرم بعثة الأهلي ويقدم هدية أو درع البايرن ميونخ هدية للنادي الأهلي، وبعته مع الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي لأنه كان موجود خارج الفقاعة، فعرف أنه يلتقيه ويبعت للنادي الأهلي درع تكريم من بايرن ميونخ على مشاركة الأهلي في هذه البطولة وتأكيدا لهذه العلاقة. الوضع بتاع النادي الأهلي ده يقودنا الى ايه؟ هو انتوا اللي عمالين تنتقدوا؟ ها؟ بتنتقدوا ايه؟ الحقيقه انك انت فكرت ان احنا لازم نرد على كل الكلام اللي اتقال من منتقديه، وجدت ان ده نوع من الحرس في الماء. اللي بينتقدك ما عندوش اي قدر من الاستناد الى الواقع. واخد بالك؟ انت عايش في واقع وهو عايش في وهم. انت في فقاعه صحيه وهو في فقاعة الأوائم اللي مش عايز يخرج منها، فيقعد يصور نفسه أنا لو كنت موجود كنت عملت. يا سيدي أهلا وسهلا، لو كنت موجود، بس أنت مش موجود. أنت الأول خلي طموحك إنك تكون موجود، وبعدين نتكلم لو كنت موجود هتعمل إيه. وبعدين قدامك يعني ست مرات عشان تحصل النادي الأهلي وتبتدي تتفوق عليه. هذا هو الواقع. الوهم بقى إنك أنت تقول أنا عتريس ده يوصلك إلى حالة مش طبيعية منتلي. يعني أنت حر بس الناس شايفاك عتريس، ده المهم. إنما أنت بتخاطب مين؟ هل الحوار ما أنت بينك وبين نفسك، ولا بتخاطب العالم اللي عمالين نقول لك بيقول وبيقول 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 على الأهلي؟ أنت لن تنال من نادي الأهلي. والله أنت جبت حاجة مهمة فكرتني بحاجة بقى. يعني انتوا خدتوا بالكم الفيفا بيقول ايه على اداء الاهلي؟ اداء بطولي لزملاء الشناوي. طب الاتحاد الافريقي، شكرا لعيب الاهلي جعلتمونا فخورين باننا احنا افارقه. ده الاتحاد الدولي وده الاتحاد الافريقي. لما الاتحاد المصري لكره القدم يشعر بالتقدير لاداء النادي الاهلي وحسن تمثيله للكره الافريقيه ومن ثم المصريه، فيبعت النادي الاتحاد الافريقي المهندس احمد مجاهد مصري مذكره او 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 بيان تهنئه واشاده باداء النادي الاهلي. الاتحاد المصري يا احمد، الاتحاد المصري كره القدم يبعت لا يبعت اشاده وبيان تهنئه للنادي الاهلي انه بيعبر عن تقديره وشكره للاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني على الاداء المشرف والصوره الطيبه التي ظهر عليها الفريق في بطوله كاس العالم. الاقي نجم كوره كبير زي احمد حسام ميدو بنقدر رايه وبنهتم بما يصدر عنه، يقوم كاتب اللي انا هقوله لك على صفحته: اول مره في حياتي ارى بيان تهنئه من اتحاد كره لفريق خسر في بطوله.
اي عقل يقول ان اتحاد الكره يصدر بيان تهنئه للنادي الاهلي عقب الهزيمه من بايرن ميونخ؟ انتوا رجعتونا 30 سنه لورا، ده ساعه ما كانوا هم في كاس العالم يعني ولا ايه؟ ما هو شوف يعني هنعتبره يعني ان الراجل يتطلع الى تطور غير موجود، ما دي فقاعه الوهم. ايوه هو انت هل انت يا كابتن ميدو انت نفسك قلت صعب ان انت نفسك وانت بتقيم ان ما ينفعش ان احنا نقول ان الاهلي ولا بايرن يكسب. لكن اذا كسب الاهلي هتبقى مفاجاه المفاجات. وهل هو مطلوب ان احنا في الله معقول نعتمد على مفاجاه المفاجات، ولا الطبيعي عندما يحدث هذا نشوف حجم الخساره المتوقعه؟ خلص، لان انا هجهز لك فيديو احمد حسام ميدو نفسه بقى بعظمه لسانه وهو بيتكلم امبارح على هذا الاداء الرجولي من النادي الاهلي. هل لما احمد حسام ميدو يقول ده امبارح ويشيد هو كان بيخاطب الجمهور، لكن هي حلال على ميدو حرام على مجاهد؟ يعني حلال لميدو انه ياخد البنط ويشيد بالاداء ويشكر لعيبه الاهلي، وحرام على اتحاد الكوره واحمد مجاهد انه يشكروا الاهلي؟ كمل عشان هنعرض فيديو ميدو. لا بس قبل ما تقول كده انا بس عايز ارجع تاني للحاجه اللي الناس كلها مش عايزه ترجع لها. لماذا تمارس الرياضه؟ ايوه يا جماعه، قلنا 100 مره ان الرياضه انت مش بتنتصر على المنافس، انت بتنتصر على نفسك. أيوة. على نقط ضعفك، على غلك، على انهيارك لما تخسر، على غرورك لما تكسب، على انكسارك واحباطك وعدم قدرتك على بذل الجهد. والشعار اللي لهم بيقول لك المهم المشاركة، المهم بذل غاية الجهد. غاية الجهد دي في حد ذاتها هو الهدف من الرياضة يا جماعة. أيوة. فلما يجي اتحاد الكرة يرى ان النادي الاهلي عمل غاية الجهد ويقول له اهو كده برافو عليك، دي تزعلك يا كابتن ميدو؟ انت رجل احترفت وشفت وعرفت يعني ايه فوارق بدنية وفنية، وعرفت يعني ايه انك انت طب ما احنا ده المنتخب لما راح لعب قبل كده. انا عايز اسال سؤال، يعني احنا النهارده بايرن ميونخ ده مش يعتبر لانه في المنتخب الالماني، هو خمسه منه في كاس في تشكيل المثاليه لكاس للعالم، طب في المنتخب الالماني هيكلوا 90% من بايرن ميونخ. طيب انت في نادي مصري يقدر يلعب المنتخب الالماني؟ يعني عايز اسال سؤال، ويتوقع اذا ما فازش يعني او اذا خسر واحد او اثنين انه ما يتسقفلوش؟ بذلت جهدك، هو ده عملت ايه؟ انكسرت، احبطت، بذلت جهدك، جالك جول مبكر، عمل فيك ايه؟ غير شخصيتك؟ هل انت احسنت انك انت يتقال لك برافو على روحك العاليه وبرافو على ادائك وبرافو؟ المنافس قال كده والمحايدين قالوا كده، وعايزين نسمع ميدو هو بيقول كده. وانت قلت كده بس رجعت يعني حد كلمك او غيرت رايك ليه؟ ما اعرفش. طيب نشوف احمد حسام ميدو في قناه النهار في برنامجه ازاي شاف اداء الاهلي يا جماعه في البطوله، ازاي شاف اداء الاهلي في هذه المباراه، وازاي شاف ان العالم كله كان منتظر ايه من لعيبه النادي الاهلي. هل لعيبه النادي الاهلي ظهروا بالمستوى اللي يخلي اتحاد الكوره المسؤول عنهم واللي هم ممثلين ليه ومن ثم بالاتحاد الافريقي يشيد بيه كمان؟ هو انت عايز اتحاد الكوره يتجاهل هذه المباراه ولا يعلق عليها في حين قرب نفسه اشاده الاتحاد الافريقي وشاده الاتحاد الدولي، يطلع هو يقول ايه بقى؟ عايز يقول ايه او يتجاهل؟ لا ده غلط انه اشاد بالاهلي. نشوف احمد حسام ميدو. النهارده الاهلي بيخسر 2-0 من بايرن ميونخ في ماتش السيمي فاينل لكاس العالم للانديه، والحقيقه في ماتش ما نقدرش نقول الا ان النتيجه كويسه، النتيجه يعني لاول مره ممكن يكون فريق مغلوب وتقول النتيجه كويسه، طبعا مقارنه بحاجات كتير او نظرا لحاجات كتير، نظرا للفارق الفني الكبير ما بين الفريقين، نظرا لان دي فرقه بايرن ميونخ فرقه في الموسم الماضي تعتبر اكتسحت كل الفرق الكبيره، يعني كل الفرق خدت سكور منها، فالنتيجه تعتبر بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه لاي حد بتاع الكوره لما حد يبص على النتيجه ان بايرن ميونخ كسب الاهلي 2-0 يعني اوكي نتيجه كويسه. على مستوى القتال والروح لعيبه الاهلي قتلوا ولعبوا بروح عاليه جدا،
وده متوقع طبعا. كل العالم بيتفرج على المباراه، اللعيبه، وهي دي المنتاليتي وهي دي عقليه اللعيبه اللي موجوده في الاهلي، ان هم بيقاتلوا. فلعبوا مباراه من ناحيه الروح مباراه جيده جدا، كل اللعيبه بتقاتل، كل اللعيبه بتموت نفسها، كل اللعيبه في الكوره المشتركه رجاله، كل اللعيبه في الكوره الثانيه رد فعلهم جيد جدا. ده بالنسبه لماتش الاهلي وبايرن، بالنسبه للنتيجه وبالنسبه للمنتاليتي او العقليه والروح والرجوله اللي جمهور الاهلي مستنيها من اللعيبه ومن الفرقه. طيب يعني شفنا ميدو نفسه قال لك، لكن لو هنيجي على مستوى الاداء وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى التنظيم، لعيبه النادي الاهلي ادت اداء رائع جدا، العالم كله كان منتظر ايه غير كده، في التاكيد والاعتراف بالفوارق الطبيعيه بين الكره الافريقيه والكره الاوروبيه اللي ميدو لعب فيها كتير وعارف مستوياتها، وقال كتير ان عندنا صعوبه كتيره، وحتى محمد صلاح الناس انتقدته لما اتكلم على المنتاليتي وعلى السكولز، الناس فكرته ان هو بيقلل من وضعنا او بيقلل من مستوى الكره المصريه، لا، هو كان بيتكلم على المستوى اللي وصلت له الكره الاوروبيه، اللي احنا نفسنا ان الكره المصريه والكره الافريقيه تتطور في كل مراحلها لهذا المستوى، غير كده احنا بنحاول نكتسب خبرات، بس ما حدش يكون فاكر او فاهم انه في لحظه واحده او في مباراه واحده هنختصر الفوارق دي. المباراه دي بالذات فتحت عينينا وعينين المسؤولين ضروري على حاجات كتير لازم تتعمل بقى. طيب هتتكلم على الاهلي؟ بلاش لاحمد مجاهد الراجل، ولا الاتحاد الافريقي، ولا الاتحاد المصري، ولا الاتحاد الدولي. كارل هانز رومانيجا قلت لكم اسطوره بايرن ميونخ واحد الاساطير الكبيره جدا في تاريخ الكره الالمانيه، كان على الهاتف مع الزميل ابراهيم فايق، كان حوار مهم امبارح، اتكلم عن الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب، نشوفه. بالتأكيد أعرف النادي الأهلي جيدا، فريق رائع، هو بطل أفريقيا وهو أيضا بطل مصر وحاصد للألقاب والبطولات، هو من وجهة نظري هو أفضل فريق في أفريقيا وحقق أهم الألقاب على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي أيضا. نحن نحترم النادي الأهلي ونحن في غاية السعادة بهذه المواجهة، نحن نقدر النادي الأهلي ونحترم هذا الخصم. بالفعل هو حقق إنجازات ونتائج رائعة. الأهلي أثبت ذلك بالفعل. فريق كبير، أو عندكم في مصر محمد صلاح وأسماء كبيرة تعرفنا عليها، ما يعكس قوة الكرة المصرية والكرة في أفريقيا. أنا أعتقد هناك علاقة طيبة بين الأهلي وبايرن ميونخ، العلاقة ستظل طيبة. ما الرسالة التي يقدمها مستر رومنيجا لكابتن محمود الخطيب؟ أنا أتابعك وأعرفك جيدا مستر محمود الخطيب، بتمنى لكم التوفيق وبالاستمرارية في تحقيق الألقاب ونجاحات كبيرة لكم بكل تأكيد، وأتمنى لكم التوفيق مستر محمود الخطيب. رومانيجا رئيس تاريخي من 2002 للبايرن، خلاص، واعتقد راس يعني انديه الاوروبيه، رابطه الانديه الاوروبيه، الرابطه لفتره طويله برضه، وهو احد الهدافين التاريخيين الالمان. ذكر الاهلي بكل احترام، وذكر الكابتن الخطيب، قال له أنا متابعك وأقدرك وأتمنى لك التوفيق. أنت لما بتتابع أحد أنت بتحترمه، أنت بتقدره، أنت بتهتم بيه، شايفه، مش متجاهله. رومانيجا لما بيحترم النادي الأهلي مش بيحترمه لأنه عامل معاه بروتوكول، أو لا، ده عارف تاريخه الإفريقي وعارف أنه أهم فريق في أفريقيا، وعارف أنه جدير بهذه المكانة، وعارف أنه يضم ألمع نجوم الدوري المصري ومتابع أدائه.
لكن ازاي رومينيجا يشيد، اتحاد افريقي يشيد، اتحاد دولي يشيد، كاكا يشيد، مش عارف مين يشيد، لكن اوعى يا احمد المجاد اصل انت الايه المسؤول المصري عن كرة القدم ازاي تشيد بالنادي الاهلي؟ ابراهيم كل دول. طب مولر النجم الالباني الالماني المتالق، هل شاف الاهلي في ارض الملعب امبارح خصم سهل ولا صعب؟ نشوف. توماس هاو ساتسفايد يو ار اند فور ذا ريزلت، ما مدى رضاكم عن هذه المباراه وهذه النتيجه؟ نحن مسرورون بالتاكيد بالوصول الى المباراه النهائيه. الأهلي هو مثل بايرن ميونخ في مصر، وهو فريق كبير ولديه جماهير كبيرة ورائعة، والناس هنا في الملعب والجمهور كان إيجابي جدا، كان ممتع جدا أن نلعب هنا وأن نصل إلى النهائي، كان هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا. وبالتأكيد هذا هو الهدف الكبير، هو أن نفوز بهذا اللقب كي نحقق ثلاثية في موسم واحد ويكون ذلك رائعا. هل كان الأهلي صعب المباراة على البايرن؟ أعتقد أننا كنا أفضل، ربما كان علينا أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أننا كان لنا ظروف أفضل وقوة أكبر على أرضية الميدان. ربما آخر 15 دقيقة سيطرنا على معظم أطوار المباراة، أعتقد أننا استحققنا الفوز بالمباراة، ولكن الأهلي كان خصما جيدا جدا. مولر لاعب الفريق وهدافه الكبير جدا اللي هو يعني أعرق وأقدم من ليفاندوفسكي، لما جه الراجل ليفاندوفسكي ده يعني سحب البساط شوية منه، لكن مهاجم له رأيه. طيب هو لما عندما تحدث عن الأداء وهو بقى يعني لاعب قال ايه؟ قال فوزنا، فرحان بالفوز، ولكن الاهلي اتعبنا، والاهلي فريق محترم جدا ويقدر النادي الاهلي. ده مولر وده رومانيجا. طيب ايه رايكم في مدربين المان اشتغلوا في مصر؟ يعني مايكل كروجر واحد من المدربين اللي دربوا في مصر، درب المقاولين، كان له تجربه طويله معاه، ودرب انبي، شاف الاهلي وبايرن ميونخ، رأي كروجر ايه؟ نشوف. Yeah, all in all, let's say I'm a little bit disappointed from the game. بشكل عام أنا محبط من هذه المباراة. بايرن ميونخ لم يؤدي بأفضل أداء. أما بالنسبة للأهلي يدافعون من العمق، بالتأكيد على المستوى الدفاعي قاموا بأداء عمل جيد جدا. من وجهة نظرك النهاردة مين أفضل لاعبي المباراة من الفريقين؟ في بايرن ميونخ ليفاندوفسكي بالتأكيد لأنه سجل الهدفين، ولكن الأهلي ليس لدي فكرة واضحة، ولكنني كنت متفاجئ لأن هناك لاعب في الأهلي كان يلعب معي في إمبي، أعتقد أنه مجدي، ويقصد مجدي أفشا. أنا كنت مندهش أنني أراه في الملعب، ولكن كل اللاعبين الآخرين احترموا بايرن ميونخ. هو ده النادي الأهلي اللي بيدي الفرصة للعيبة اللي حتى كانت في أندية تانية. يعني مايكل كروجر وهو بيقول لك أنا متفاجئ إن اللاعب اللي كنت بدربه في إنبي فجأة لقيته في بطولة العالم للأندية. أيوه خواجة، هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي بيمنح الفرصة الذهبية لكل لاعب كان في أي نادي ينتمي إلى النادي الأهلي أو ينتقل للنادي الأهلي فيفتح له أبواب المجد، عشان تبص تلاقيه موجود مرة واحدة وأنت في ألمانيا قاعد مش مصدق الراجل ده اللي أنا دربته في إنبي ده هو قفشة بعينه. لأنه ده النادي الأهلي، لكن الإشادة بأنه فريق النادي الأهلي دافع بعمق وبتنظيم جيد، ده يحسب لهذا الفريق اللي اهتزت شباكه في الدقيقة 17. في فرق كتيرة كبيرة غيره اهتزت وسقطت وانهارت وشالت، انما يفضل الاهلي بهذا التنظيم الدفاعي وهذا التماسك وهذه الصلابه لغايه النهايه. انت الهدف الثاني في دقيقه 86
هي دي شخصية حتى الأهلي حتى اللي بتصقل من خلال مثل هذه التجارب. حتى هو لاحظ ان ده اثر على اداء البايرن بالظبط، ما خلوش يؤدي في احسن حالاته. صحيح، هذا نجاح. صحيح، دي النقطه اللي لازم يعني كلنا نتنبه، انك انت وانت بتلاعب خصم قوي جدا تكون واقعي لدرجه انك تحجم قدراته على قد ما تقدر، وتكون واقعي جدا عشان تسمع بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بعد المباراه عن ظروف الجيم وايه اللي حصل فيه. نعم بالطبع، نحن لعبنا أمام فريق جيد جدا، ربما هم استحوذوا على الكرة، ولكن بالتأكيد كان علينا أن نستحوذ على نحصل على الكرة. ربما كان هنالك قطع للكرة، كان علينا أن نستخدم الخيارات الأفضل، ولكن بالتأكيد كان يجب أن نخرج في الهجوم المعاكس، ولكنه فريق كبير واستحوذ على الكرة. كان من الممكن أن نستحصل على ركلة ركنية أو مخالفة، أو ربما أن نخرج في الهجوم المدد. كان علينا أن يكون ردة فعل ربما أفضل، وأيضا حتى في بداية الشوط الثاني ربما بدأنا بنسق بطيء، ولكن بالطبع نحن كان علينا بالتأكيد أن نثق أكثر في أنفسنا. بالتأكيد كان لابد أن يكون هنالك تطور وتحسن كبير، ولكن الأمر ليس سيئا ولا بأس في ذلك. عفوا، صوت السؤال غير مسموع. نحن لعبنا على نحو جيد في آخر 10 دقائق أو 15 دقيقة. بالتأكيد نحن نعرف أمام من نلعب، بالتأكيد هو ليس فريق سهل، ليس مثل الفريق القطري على سبيل المثال، لذا كان علينا أن نتحلى بالإيجابية. بالطبع كان من الممكن نقدم أفضل، هنالك بعض الأشياء التي نحتاج أن نحسنها، ولكن لم يكن ذلك سيئا. بالتأكيد نحن فاجأنا الخصم بايرن ميونخ. شكرا جزيلا. طيب يا باشمهندس، موسيماني واقعي جدا، وانت قلت لي حتى واحنا الواقعيه المسؤوله، الواقعيه المسؤوله، وهو لو اقتنع واكتفى لا يبقى هو هينقل هذه القناعه وهذا الاسترخاء الى فريقه. ايوه، قال لك كان ممكن يكون اسرع من كده، كان ممكن يكون عندنا طموح هجومي اكتر من كده، وربما يكون هو برضو بيحسس نفسه بفكره ان كان في الامكان افضل من مكان. وهو ده الكلام بقى، هو ده كلام، انك انت النادي الاهلي مهما عمل ما بيكيفش من نفسه طول ما هو حاسس انه كان يقدر يعمل اكتر من كده. ده كلام مسؤول، وكنت احب اسمعه في اللحظه دي من مستر موسيماني، ما يطلعش يقول لك كتر خير الدنيا، لا، عملوا مجهود كويس، وقال لك ما يبصش ايده وشه ده يعني مش هو المدرب اللي يعني ما كانش ده طموحنا احسن من كده، وده لازم يبقى كده. حتى لو طلعنا فرق جون كانت هتبقى كل النغمه دي مش موجوده خالص. ايوه، وكان بنفس الاداء لو جون ال 86 ده ما جاش كنت هتسمع كلام تاني خالص. ورغم كده لا، لازم نبقى باستمرار مش راضيين عن نفسنا. طيب بعد كل الجوله دي المتنوعه، اتنين من نجوم الجيل الذهبي اللي عمل كل انجازات الاهلي السابقه في بطوله العالم ديت، رايهم ايه في اللي حصل امبارح؟ بعد الفاصل نجمين كبار وكلام مهم. لك أن تفخر إنك أهلاوي، لك أن تفخر إن أنت موجود في الحدث للمرة السادسة في تاريخ هذه البطولة. ما في بطولة أبدا إلا والأهلي يسجل فيها بصمته يا باشمهندس. طبعا يعني هو أنت وأنت جاي في زاوية إيه؟ التحدي اللي أنت هتتقيم عليه المباراة الأولى. اجتزتها. التجويد بقى من الثانية والثالثة. حظك إنك وقعت في الثانية مع أقوى فريق في العالم. تعمل اللي عليك. فأنت في حدود إنك عملت اللي عليك، لكن طموحنا كان عايز يعني ممكن نجيب جون ولا حاجة، يعني إزاي مش عارف، يعني عمال أتخيلها، شايف إنها أقرب كورة كانت ممكن تيجي بتاعت كهربا لو جامدة شوية. لأن الجون كان فاضي. لما نوير كان بره. عشان نوير بقى يفضل واقف كده كان ساعتها هيضطر يوقف في الجون لو الكورة دي جت جون. لكن ده ستايله، يعني بيجيبوا له لقطات في ماتشات في المانيا هو بيقف كده ويغني. فكنت اتمنى الكره دي لو ملت صح في وش رجل كهربا كان بقى جون، وجون هيقلب موازين التقييم كلها. طيب اتنين قلت لكم من نجوم الاهلي في الجيل الذهبي بقى، الكابيتانو والفنان
حسام غالي وعماد متعب، الاثنين ليهم حضور كبير جدا وبصمه كبيره في بطوله العالم للانديه مع النادي الاهلي في صولات كتيره حتى في البطوله الافريقيه. حسام غالي ازاي شايف اداء امبارح للاعيبه الاهلي مع الباير في ام بي سي؟ نشوف. هو اللعيبه ادت المطلوب منها وكانوا رجاله جدا ولعبوا بجديه، ويحسب ان العامل البدني لغايه اخر الماتش يا سيد اللعيبه واقف على رجليها، ما فيش غير اصابه واحده علي معلول، وطول يعني طول الماتش اللعيبه واقفه على رجليها واقفه صح وبتدافع صح وبتجري وبتهاجم وبترد. عجبني جدا الالتزام بالواجب الدفاعي والناس كلها ورا الكوره، زي من اول الشوط الاولاني تلاحظ حسين الشحات كان في هجمه للاهلي ورجع سبرنت من ال 18 بتاع بايرن لغايه نص الملعب سبرنت، فكان عاجبني فيه كان فيه تركيز واللعيبه كانت عارفه طبعا حجم بايرن كويس جدا ومش عارفين مش عايزين حد ياثر، مش عايزين يبقى واحد بس ممكن خارج الزوم بتاع الدفاع اللي هو محطوط لهم. ردود الافعال في كل حته في العالم دلوقتي ردود افعال مشرفه جدا، وكان نموذج مشرف في كتمثيل للكره المصريه في مصر. كل الحاجات دي كويسه جدا، والناس كلها اشادت باداء الاهلي وامكانيات الاهلي وحجم النادي الاهلي في كل حته في العالم، ودي حاجه كويسه جدا ومشرفه لينا كلنا. كابتن حسام غالي او الكابيتانو، لما بتسمع الراجل ده بتسمع كلام موزون وكويس. اولا من الناحيه الفنيه هو قال انا فخور باداء الاهلي، واقفين على رجليهم، ادوا باداء دفاعي منظم رائع جدا، انا فخور بادائهم واشاد بقدرتهم التنظيميه اللي خليته فخور. لكن في حته في 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 هذه الحلقه التي تحدث فيها عن اعتداده بالنادي الاهلي، تحدث عن اسباب هذا الاعتداد وقال احنا في النادي الاهلي بنتربى على الانتصار وكبريائنا بيخلينا نطلب المزيد ولا نتوقف عند حدود تقييم معينه. فهو الكلام ده لما يقوله بعد كده يشيد بالفريق، إذن هو رأى ما يدعو إلى أنه يتحدث بالكبرياء ويتحدث باعتداد ويتحدث بفقر، وفي نفس الوقت بيقول أن هي دي شخصية النادي الأهلي. طب ده الكابيتانو صديقه العزيز الفنان عماد متعب في أون تايم سبورتس. نشوف متعب رأيه إيه في أداء الأهلي مع الباير. فخور بالنادي الأهلي، فخور بجمهور النادي الاهلي، فخور باللعيبه اللي موجوده النهارده في الدور قبل النهائي في بطوله رسميه، مباراه رسميه. المباراه الوديه شيء والمباراه الرسميه شيء تاني خالص. فكره بقى الاداء نقعد نتكلم فيها، لكن كفخر باللعيبه وفخر ان احنا موجودين في حدث كبير، النادي الاهلي على ما اعتقد لسادس مره موجود في كاس العالم للانديه، فده شرف للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته. النادي الاهلي على طول موجود في الصوره وموجود في الحدث والناس كلها بتشوفه وبتشوف طبعا النادي الاهلي كبير، لكن وجودك في الحدث بيعلي من شانك اكتر. فنيا بقى فنيا انت بتلعب بايرن ميونخ، فرقه ما فيهاش غلطه عشان نكون واضحين وصراحه، يعني اللعب مع الفرق الكبيره دي محتاج مجهود ومحتاج توفيق كبير جدا ومحتاج كل اخطاء. النهارده النادي الاهلي لعب بطريقته المعتاده 4-2-3-1 مع اختلاف وظائف اللعيبه، شويه كان بيرجع طاهر، شويه بيرجع حسين الشحات، تلعب اكنك بتلعب 4-1-1، يلعب قفشه وقدامه كهربا وقت 4-5-1. موسيماني مدير فني جيد، يمكن انا اعرفه على المستوى الشخصي، احنا كنا في استديوهات مع بعض. انت جيد دي يعني جيد ولا يعني كويس ولا يعني يصلح مدير فني النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اكبر من كده يعني؟ لا يصلح مدير فني النادي الاهلي طبعا، بدليل النادي الاهلي اختاره، هو مدير فني عنده امكانيات كبيره، وشفنا ده مع سان داون، شفنا ده مع منتخب جنوب افريقيا، ليه هويه، ليه طريقه لعب، ليه شكل، ذكي في تصريحاته، ذكي في تعاملاته داخل الملعب، ذكي في تعاملاته مع اللعيبه في اوضه اللبس. خد بالك التصريحات اللي قالها قبل مباراه البايرن تصريحات ذكيه جدا، بتفكرني بتصريحات مستر مان جوزي. ممكن الطريقه بتاعته لسه ما تنفذتش ب 100% زي ما هو عايز، هو عايز يغير، يبدا الهجمه من تحت، عايز يلعب كوره، عايز يلعب كوره يعني يجمع بين الكوره الجميله والكوره الايجابيه.
كابتن عماد متعب شارك زميله والنجم الكبير حسام غالي في الفخر بأداء لاعبي النادي الأهلي، وذكر الجماهير فخر يعني افتخاره امتد إلى شكل الجماهير، ودي حاجة رائعة جدا كل العالم برضو أشاد بيها. ولكن لما جت سيرة موسيماني على لسانه أشاد بموسيماني وقال يمتلك الكثير ويقدم الكثير وهو مدرب ذكي، وإن كان لسه اللعيبة ما حفظتش قوي طريقته بالكامل عشان تتحقق الحسنيين الأداء مع النتائج. فيعني كلام لما بيتقال من ناس فاهمة تسمعه. المقاربة اللي عملها عماد متعب ما بين مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني، قال لك بيفكرني بذكائه وشخصيته. أنا نفسي نخرج من دي خالص. آه. لا مانويل حبيبها ولا أنا حبيبها. ولا هي منطقية على فكرة. ولا 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 عايز يعني لا الجيل ده هو اللي معه. ولا المنافس هو المنافس. ولا المنافس هو المنافس، ولا العصر هو العصر، ولا الشخصية هي الشخصية. ولا مانويل كان يتمتع بالحميمية الجماهيرية. كمان في حتة منهجية. يا أستاذ الخليل خليل. اتفضل. لا يعني مانويل كان يتمتع باحساس الجماهير، فكان على طول عايش في تفاعل. بعد قد ايه؟ اه بعد النقطه المنطقيه. يعني انت يعني بتقيم واحد على 6-7 سنين بتقارنه بواحد على 6-7 شهور؟ ولا تقارنه ولا يصح. حتى لو لو عمل نفس النتائج ما ينفعش ان انا اقول موسيماني ولا جوسيه. ده مدرب رائع جدا زي موسيماني ولا فايتسا، موسيماني ولا جوسيه ولا هيديكوتي، ولا كل دول مدربين كل واحد قدم ما لديه. ولكن الفطرة بتاعة جوسيه عامرة بالألقاب وعامرة أحيانا بإخفاقات. ما طبعا احنا قلنا في 2005 فترة طويلة جدا. لا قلنا في 2005 نفس جوسيه ما انبسطش من النتائج اللي تحققت. فاحنا بنحاسب موسيماني في أول تجربة مع النادي الأهلي في كأس العالم وهو قد تخطى الدور الأول. يعني مش عايزين نقارن، لأن اللي وصل له جوسيه في ارتباطه بجماهير الأهلي صعب يتحقق، لأن مفيش جماهير في المدرجات دلوقتي. لا في جماهير في المدرجات ولا المدة تسمح. ولا الوقت هو الوقت، ولا الظرف هو الظرف، ولا المنافسين وحالاتهم هي نفسها، ولا العناصر اللي انت بتلعب بيها هي نفسها. يعني كل أدوات المقارنة أو المقاربة مش موجودة. فياريت حتى بره المنطقة ديت وخلي كل مدرب ياخد حقه. في نقطة سخيفة بجد، سخيفة، خليني أقولها والله بجد سخيفة، بتتكرر في برامج. مين احسن، فلان ولا فلان؟ ليه مفيش حاجه يا جماعه في حاجات زي كده؟ افعل التفضيل دي مش موجوده. مين احسن؟ ليه مين احسن؟ مين اشهر؟ مين اكبر؟ مين اكتر؟ ده الكلام ده جماعة جاهل جدا. افعل التفضيل بس عشان الاستاذ اللي هي على مين احسن، مين افضل، مين اكبر، مين اشهر. كل ما هو على وزن دي حاجه أفعل. حاجه في اللغه العربيه يتميز بيها صديقي ابراهيم. لا لا بجد، لانه هو انت فاكر اللي قاعد قدام التلفزيون عارف يعني ايه افعل التفضيل. هي فعلا فكره سخيفه ان انت باستمرار لدرجه انه طب احنا مستقرين على حجم شعبيه النادي الاهلي لما يكون عندي رقم من الجهل او من تعمد تصدير الخطأ ان انا اقول هو مين اشهر، الاهلي ولا الزمالك؟ وده كلام ايه ده؟ مين اقوى على السوشيال ميديا، الاهلي ولا الزمالك؟ يا جماعه الكلام ده منهجيا غلط، لانه مبدئيا روح للسوشيال ميديا على كل منصاتها اعرف كل نادي من دول عنده كم منصه عليها كم نسب المتابعه بتاعته. تقدر تقول الاهلي منصاته الاعلاميه فيها كذا، وان كان الزمالك الاسماعيلي الاتحاد كل المنصات ديت مقاسه رقميا. فما تقدرش تقول او مش من حقك تقول ان انت مين اكتر ومين اكثر ومين اكثر تاثيرا. ده كلام منهجيا مش صحيح بالمره. ناهيك على انه بقى بيثير المشاكل بين الجماهير. تبقى كل مراكز بحوث الراي العام وقياسات اتجاهات الراي العام حاسمه المساله انه 72 او 74% من الجماهير بتشجع النادي الاهلي. مراكز يا استاذ ابراهيم، المعيار الذي لا يقبل الجدل السوق. خلصنا السوق، مين بياخد اعلى بس، مين بياخد اعلى رعايه، مين بياخد. قال لك الاهرام، احنا بقى لنا 10 سنين مش مع الاهرام، ورغم كده اهرام ايه ده؟ الاهرام دلوقتي بيقول ولا يوم من ايام ما كان معانا النادي الاهلي محدش بيجامل الاهلي. الاهلي بثقله يصنع الفارق في سوق الاموال والتسويق الرياضي. طيب الزميل هاني حتحوت
بتساءل عن طبيعة إصابة علي معلول، هل امبارح علي معلول لما يخرج بدري قوي كده ويمسك الخلفية هل تعمد الإصابة والهروب من المباراة؟ ايه ده؟ الكابتن ضياء السيد فسر اللي حصل. ما عداش نص ساعة وكان مصابا بشد، فقرر الأهلي إراحته عشان يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس، بما انها إصابة في الخلفية فما تتقالش اكتر يومين. هما بيقولوا النهارده في الموقع الرسمي طبيب الأهلي بيطمن الناس انه في تقل واحنا بنحاول نلحقه، خوفنا من تفاقم الإصابة فقعدناه. البعض قال، هقول لك كل الاحتمالات وان كنت انا لا اميل للاحتمال ده ان انا اقوله اصلا، لكن في ناس قالت لا ده حس بان الضغط والدنيا صعبه راح وقع. معالي اكتر واحد عنده ثقه. متفق. النقطه الثانيه انه التوتر والضغط الشديد ده نفسيا اصاب وعضليا اكتر واحد يبقى عنده ثقه في نفسه علي معلول، هو تمام. عارف تقريبا انه نمره واحد في فرقه النادي الاهلي. واخيرا انه الناس بقى قلقت من التغييره، قلقت على شكل الاهلي، فهل كان شكل الاهلي هيتغير لو كان استمر علي معلول؟ لا. عن لما لا. ايمن اشرف راح، لان علي اساسا بيبان اكتر في الناحيه الهجوميه. ما انا ده اللي بقول لك عليه. يمكن ده اللي كان هيحل الحته اللي بتتكلم عليها. ما كانش هيحلها، لانه لما حصلت الهجمه او الثلاث هجمات ما بانش ان في ترتيب ليها، ما بانش فين من جريه اللعيبه، ما بانش من اللعيبه حيره اللعيب اللي في رجله الكوره. لكن علي قوه كبيره جدا وجوده مهم، لكن هو جاله شد. انا مقتنع ان هو جاله شد. طيب باشمهندس، الكابتن ضياء السيد يعني في التاكيد على انه علي معلول لاعب عنده ثقه، عنده خبره، لعيب دولي كبير، وشفنا امبارح يعني هو مرتين يمكن يقف شويه على اساس انه يحاول يكمل الى ان بدا يشد، يحس بالشد بجد. هو علي معلول يعني محتاج انه يتهرب ليه؟ وهو يتمنى المشاركه في كاس العالم للانديه ويلعب قدام بايرن ميونخ. لا لا، وضيع لك لعيب عنده خبرات وثقه، وهو في الملعب يعني ما كانش موقف في حد احرجه يعني عشان يهرب منه يعني. يعني بالعكس، ناس كتير شايفه ان خروجه يعني من سوء بخت الاهلي. وان كان ايمن اشرف وياسر ابراهيم لما عيد تنظيم خط الدفاع راح ايمن اشرف ناحيه الشمال ولعب مكانه ياسر، لا ادوا الاثنين بمنتهى الشجاعه ومنتهى القوه ومنتهى الفدائيه، كانوا من نجوم المباراه. ما فيش حد يا جماعه في المحفل ده الا اذا كان هو اللي عايز يهرب، كان هرب من قبل، من قال لهم وانا في التمرين. ايه اللي يخليه يستنى الماتش؟ الحقيقه يعني علي معلول بشخصيته دي جدا، بشخصيته بخبراته والمتانه، حتى شخصيته شخصيه متينه بجد في كل الظروف، هتلاقيه لاعب عنده شخصيه كبيره في الملعب. وده كابتن ضياء ركز في دي يعني. طبعا. وبعدين بالمناسبه، ما هو اللي اتحرك ناحيه الشمال ايمن اشرف شخصيه ولا اقوى. قلت لكم قبل كده يعني الجمهور اللي كان بيتحامل على ايمن اشرف في الفترات اللي فاتت يا ريت يكون وعى الدرس دلوقتي. لا ما دي لانه تاخدنا لايه بقى؟ عملته ايه في محمد هاني اللي اتضح انه كان بيلعب مع على لعيب داهيه؟ شفناه في دحيل عمل في الراجل اللي قدامه ايه؟ ايوه. طب مين نجم الماتش في وجهه نظر واحد من افضل لعيبه الاهلي في الماتش؟ من وجهه نظر المنافس. ده هما ده الراجل اللي بيلعب عليه هو اللي راح له جاي من وراه طلب تبديل الفانيلا معاه. والتعليقات كلها معظمها كانت تحية محمد هاني. لا هاني، وانا قلت لك من 3 4 ايام قلت لك هاني هو الافضل في ناحيه اليمين في مصر، مفيش حد افضل منه. كفايه بقى ان احنا نتصيد للناس اخطائها ونعيش بافكار مختمره في ذهننا، مع اول غلطه نحسب. مفيش لعيب مدافع ما ترقصش، وما فيش حد لعيب ما حدش جري منه، ما فيش لعيب يعني ما كانوش غلطة دفاعية، وإلا ده يبقى مين ده؟ هتقولي مين ده؟ دول هما اتنين أبرز اتنين في المباراة، لا في رأيي ولا في رأيك، في رأي الكابتن خالد بيومي. نشوفه. كابتن خالد، مين في لعيبة النادي الأهلي النهاردة أنت حسيت أنه عمل كل اللي عليه؟ يعني مين اللعيبة العلامات النهاردة في الأهلي؟ اتنين. محمد هاني وجهة نظره أن لعب على اتنين لعيبة أعوذ بالله من غضب الله ما عندهمش رحمة في الكورة. واحد كان جيسلو كومان والتاني جنابري كان بيحاول عليه. بصراحة الولد عمل مباراة أكثر من رائعة. أنا كنت خايف يعني، أنا شخصيا كنت خايف من محمد هاني. محمد هاني النهاردة كان يعني أعظم من أي لعيب موجود في الملعب. كان هايل وكان بيقوم بدوره الهجومي وكل حاجة.
اي فرقه في العالم بتبقى عامله حساب لليريو السنين اللي نزل في الشوط الثاني، بتعمل حساب لكينجسلو كمان كومان الولد الفرنسي اللي موجود الاسمر، وبتعمل حساب لجنابري، وعندك كمان الفونسو دافيز الولد الباك ليفت بسم الله ما شاء الله عنده امكانيات على جدا. وبالتالي الله يكون في محمد هاني لانه عمل دور ممتاز جدا. النقطه الثانيه هي ايمن اشرف، لما تنقل لعيب قلب دفاع وتلعبه باك ليفت ويكون بالشكل ده وبالاداء ده وبالقوه دي وبيلعب كمان على ليرو ساني وعلى كينجسلي كومان بعد الوقت لما كان بيروح هناك وبافر بالباك رايت، اعتقد ان ايمن اشرف كمان يتحط عليه 100 علامه صح لانه فعلا اداؤه كان اكثر ممتاز. وبالتالي الاثنين دول وجهه نظري اتحملوا عبء كبير واداء عالي، وكمان مش دفاعيا بس ولكن هجوميا شفنا هاني كتير قدام، ايمن اشرف شفناه كتير جدا. وبالتالي بنتكلم على اثنين عملوا مجهود كبير، عملوا لا يقل عن 10 11 كيلو في المباراه امام فرقه كبيره جدا زي الفاير، عندها سرعه اطراف، عندها لعيبه عمق ممتازين، عندها وسط ملعب اكثر من رائع. فبالتالي الاثنين دول هخصهم بالذات، اثنين كبار جدا في المباراه، احييهم من كل قلبي ولازم جمهور الاهلي يحييهم كمان ويشيد بيهم. الكابتن خالد بيومي اتفق معانا، والله انا ما سمعته، اتفق ان هاني وايمن اشرف يعني هم الابرز في هذه المباراه. انا بختار يعني طبعا مجموعه الدفاع كلها الحقيقه، لكن دول بالذات وخصوصا محمد هاني اللي تبادل عليه اثنين من اتقل لعيبه البايرن، وفي الدحيل نفس الشيء تبادل عليه اثنين من اتقل لعيبه الدحيل. هاني وايمن بسم الله ما شاء الله عليهم يكتسبوا الخبره والنضج، ويا رب كده التوفيق المستمر. الحقيقه بدر بنون كمان عمل مباراه كبيره جدا، واللي كان اضافه قويه جدا ياسر ابراهيم لما اتحرك ايمن اشرف للناحيه الشمال، ياسر كان اضافه كبيره جدا في المنطقه دي طبعا. فبقيت انت عندك اربعه في الخط الخلفي كلهم اقوى من بعض في حته حتى الضغط والرقابه. والحقيقه ياسر يحيي على شخصيته انه صحيح يغيب وعندما يستدعى يكون في الموعد في المستوى فيعني لازم نحييه. مفيش حد قصر، كل واحد بذل المجهود اللي عليه وفقا لظروف المباراه. اللي الاهلي لما خسرها 2-0 ما ينفعش تحفل عليه، مش الاهلي اللي يتحفل عليه، وده مش كلامنا، ده كلام الاستاذ عمرو اديب. نشوف حد النهارده بيفكر يحفل على الاهلي مش هيعرف، يعني ما عندكش أدوات تحفيل. طبعا هو المفروض ده ما يحصلش في أي حال من الأحوال، لكن لا يستطيع أحد أن يحفل على الأهلي النهاردة. اللي تقدر تعمله النهاردة إن أنت تقول إن الأهلي لعب مباراة جيدة جدا، خاصة في الشوط الثاني، روح عالية جدا، هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا نعرفها. مش الاهلي اللي يتحفل عليه يا باشمهندس، الاهلي كان بيلعب فريق بالمليارات. والله لا الاهلي ولا غير الاهلي. موضوع التحفيل ده تفاهه. وانا بشوف ان موضوع التحفيل ده يعني ملوش دعوه بالرياضه خالص، دي ناس قاعده عايزه تضايق بعضها وخلاص. لكن هو لما يتكلم على التحفيل لا انا معاه، لان التحفيل ياتي من نقاد، ياتي من مقدمين برامج، ياتي من اعلام. ده انت تندهش من الناس اللي خلاص تاجرت بالتحفيل. يعني مش معقولة ان كل يعني قيمتك وانت يعني منهم اللعيب الجميل الفاز ومنهم الناقد المخضرم، وبعدين كل قيمته تنحصر في افيه يعمله ولا تحفيل علشان يسمع ويبقى ترند. يعني احنا وصلنا للمدرسة الشعبانوية. خلينا نقول ان دي المدرسة الشعبانوية بالنسبة لشعبان عبد الرحيم، مهرجانات لشعبان عبد الرحيم. يعني لا واي يعني كلام في التوهان يسمع والناس تنبسط منه، يعني ده تحفيل مهرجانات زي اغاني المهرجانات. بس يعني فانا معاه، مش الاهلي اللي ما ينفعش وخصوصا الاهلي، يعني عايز اصيغها كده يا جماعه، ما ينفعش نحفل على حد بذل غايه الجهد وبيؤدي وهو في مكانه لم نصل اليها فنحفل عليه، لا هو ولا غيره. واللي في مكان الاهلي يكون في الموقف ده ما ينفعش يتحفل عليه. مش الاهلي. مش الاهلي طبعا. طب امال الزميل ابراهيم فايق رايه ايه؟ اللي حصل من الاهلي ده ايه؟ نشوف. مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. فوارق كبيره لازم تقف عندها.
ولكنه من ناحية أخرى مع هذه الفوارق حدث أنت حاجة بتتكلم على فريق بمليارات بيلعب النادي الأهلي، فريق زي بالضبط البلاي ستيشن كده لما بتكون بتلعب الكمبيوتر. الأهلي كان بيلعب الكمبيوتر بتاع اللعبة، أنت متخيل ولا؟ ولذلك لم يكن منتظرا من النادي الأهلي أي شيء غريب، يعني ما كنتش مستني من النادي الأهلي أنه يعمل أي حاجة زي أنه مثلا يكسب البايرن. أنت كنت عندك أمنيات، لكن على أرض الواقع مباراة صعبة من أول دقيقة، باين في فوارق كبيرة. على فكرة الفوارق دي هي الفوارق ما بين الكرة في أوروبا والكرة في أفريقيا، هي دي الفوارق الحقيقية اللي الناس لازم تاخد بالها، هي دي الفوارق، مش مجرد فوارق ما بين فرقتين بيلعبوا بعض، لا لا لا، فوارق في حاجات كتير جدا جدا على مدار سنوات طويلة. فلما ترصدها النهاردة قدام عينك بهذا التباين في مواجهة رسمية ما بين بطل أوروبا وبين بطل أفريقيا، طبيعي يكون ده. ولذلك أنا شايف أنه خسارة الأهلي في ظل الفوارق دي هي نتيجة طيبة. فالحقيقة أداء النادي الأهلي، وأنا شايف فكرة الهجوم على موسيماني فكرة غير مبررة، حقيقة مش عارف يعني، هات أي مدير فني مسكه فرقة النادي الأهلي وقول له اعمل حاجة قدام البايرن هيعمل إيه؟ أنا شايف إن الراجل لعب المباراة وفقا لإمكانياته، ما كانش حد هيرحم موسيماني لو الأهلي طلع مغلوب له 6 ولا 7 ولا ها، مش حد هيرحمه. يعني الأستاذ إبراهيم فاي بقى ذكر إن الأهلي يعني كان بيلعب الكمبيوتر، يعني في إشارة إلى أسلوب وميكانيزم وتكوين وهذا الفريق اللي أنا بتهيألي بيغمض عينيه ويلعب، يقدر يغمض عينيه هيلعبوا برضو، حاسين ببعض في كل خطوة، صح، حاسين ببعض خالص خالص خالص، يعني مستويات عالية جدا جدا جدا. فقال يعني اللي كان بيطالب موسيماني بهجوم ومش عارف إيه، وده في الفانتازيا بس، لانه لو عمل كده كان من راي ابراهيم ونتفق معاه ان ما كانش حد هيرحمه بقى لو يعني شال نتيجه تقيله. فانا متفق على طيب ده راي الزميل ابراهيم فايق، ما نقدرش نجيب ابراهيم فايق من غير ما نجيب سيف زاهر عشان نكون على مسافه واحده بين الاثنين. فجبنا ابراهيم فايق لازم نجيب الزميل العزيز سيف زاهر، وسر عظمه الاهلي في ايه نشوف. ليس في الإمكان أفضل مما كان. حقيقة النادي الأهلي النهاردة من وجهة نظري، وعندنا حديث كبير جدا عن الفنيات، أدى مباراة جيدة أمام البايرن. مش مباراة جيدة، النادي الأهلي كان ممكن النهاردة يكسب، أكيد في فروقات كبيرة في المستوى. قدر النادي الأهلي الشوط الثاني إن هو يمسك كورة، قدر إن هو يلعب بارتياحية، وقدر إن هو الحقيقة يعمل شوط جيد. الخسارة بهدفين، كل الناس امبارح اتكلمت وقالت البايرن الخسارة، الناس قال انا النهاردة ان احنا نخسر اهداف كتيرة جدا جدا. انا شايف النهاردة النادي الاهلي خرج بشكل جيد، ومن وجهة نظري تاني وتالت ورابع ان ليس في الامكان افضل مما كان. ده ما يخص لعيبة النادي الاهلي اللي كلهم النهاردة بيتصدروا على تويتر ترند، كلهم بأساميهم، والحقيقة ان هم عاملين في البطولة حتى الان بشكل عام أداء جيد. وكل جمهور الأهلي النهاردة بيقول للعيبة النادي الأهلي شكرا رجال النادي الأهلي. إيه سر عظمة النادي الأهلي؟ عظمة النادي الأهلي أقدر أقول لكم النهاردة إن هي في جمهوره العظيم. اوعوا عمركم تقلقوا عن النادي الأهلي طول ما عنده جمهور عظيم زي اللي موجود، ما أقدرش أقول النهاردة اللي موجود في مصر، اللي موجود في العالم كله. باشمهندس سيف زاهر يرى ان سر الاهلي في عظمه جمهوره، ده في الاخر لكن قال كلام مهم جدا. يعني قال انه الاهلي ادى اداء طيب، لم يكن في الامكان ابدع مما كان، هو واتفق مع الاستاذ ابراهيم في هذا الكلام، وقال ان الجماهير راضيه عن فريقها وفخوره به، ويعني بقى كل الأهلي ونجومه ترند. فده اللي أنا عايز أقوله بقى عشان قبل ما نختم، إن يا جمهور الأهلي الجميل ما تخليش حد يسرق فرحتك حيلة مكشوفة، ما تخليش حد ياخدك لمنطقته، أنت في حتة تانية. إبراهيم
محدش ياخدك لمنطقته لانك بتحب نادي مش اي نادي، ده نادي بجد زين النوادي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى سفيرا للكره الافريقيه في العالميه وبطلا شامخا دائما، ونسيبكم مع زين النوادي تحيه واجلالا، وتصبحوا على خير.